يعني هذا اللي تيدير الاضرار وهو غير معني تماما وبواحد الطريقه انا سمع ليه سنه تقاسم معاك وتقول لك هذا الشيء تيجي بكل صراحه يقول لك تيبان لي حسابات سياسيه وسياسه وتيبان لي تيكتب لي عنده ولده تيقرا ولا بنتو تتقرا ولا جارتو تتفتي تيدير لي ديتوريال باش الا كانت هذه اسمح لي كريتيك كوم سا يعني الا كانت الصحافه هي اللي الانسان يكون قد فمق واحد تيكتب 180 مريض خويا عمر ويمشي صحابي مثلا في الدار زيد تقول هذا هو اللي تنسبوا ليه ماشي كان في الدرس حاج بيري كان بعيد لا غالب سمع هذا ولا هو تما ان فيريفي ميم با وتانا نقدر نرجع صحابي غادي نبقى نهز ونكتب ويقال ويحكى يعني هذه المسائل ديال الخدمه الصحيه الاجماليه كل ما يقال اشاعات وكذب انا تسميه كذب ماشي بكل صراحه لان جو سي فينجي انا قلت لكم اليوم هو تشوفوا معايا تنقول لكم كاين شي حاجه نقولها لكم هاد الناس لا علاقه لهم بالخدمه موظفين ديال الدوله دار اضرار في الخدمه تيقول لك راه غادي تسافر يعني هذا ما يتفهم على عقل